لا، الشراكة بين الجانب السعودي والجانب الياباني فيما يتعلق بالطاقة، طاقة الرياح بالتحديد. بالفعل وقعت شركة سعودية لشراء الطاقة مع تحالف بقيادة شركة ماروبيني اليابانية اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الطاقة المنتجة سنويا من كلا المشروعين ستكفي لاستهلاك 257 ألف وحدة سكنية، ما يدل على نجاح هذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية. كذلك أشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. إذا نلقي نظرة الآن على أسعار النفط برنت عند الـ 82 دولار كما نرى على هذه الشاشة. هناك مخاوف في هذه الأثناء من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى انخفاض الطلب، مع في ظل كل هذه التصريحات التي تابعناها من قبل أعضاء من الفيدرالي الأمريكي الذين قالوا قد يعني يستغرق بعض الوقت من قبل الفيدرالي حتى يصبح البنك المركزي واثق من أنه تباطؤ نمو الأسعار مستدام، وبالتالي الحديث في هذه الوقت والأسواق تذهب في هذا الوقت إلى يعني الإشارات التي سيعطيها الفيدرالي الأمريكي باجتماعات يوم الأربعاء يوم الغد بالتحديد. نذكر أوبك بلس تجتمع بداية هذا الشهر، التوقعات تذهب لتمديد الخفض الطوعي، هل بنفس الوتيرة هل بوتيرة أقل؟ هذا ما ننتظر أن نعرف عنه أكثر. WTI عند 78 دولار، إذا برنت كان عند أدنى مستوى تقريبا منذ يناير. WTI كذلك على تراجعات، نتساءل أكثر عن هذا الاتجاه، هل هذا اتجاه هابط للنفط؟ هذا ما نسأل عنه ضيفنا. ينضم إلي من لندن السيد جوراف شارما وهو محلل النفط والغاز في أويل هوليكس سينونيمس ريبورت. أهلا وسهلا بك سيد جوراف، ما الذي نفهم من هذه المستويات السعرية لبرنت في هذه الأثناء؟ ما الذي يعني ما الذي يحتاجه السوق ربما من محفزات؟ وهذا التراجع في الأسعار هل هو اتجاه هابط أم مرحلة فقط ترقبا لاجتماع الفيدرالي بالغد أو محضر الفيدرالي؟ يسعدني العودة إليكم في البرنامج والحديث معكم. بالنسبة للسوق هي تريد أن تحدد أي اتجاه ستسير فيه، فنحن ضمن نطاق بين الـ 82 والـ 84 دولارا، والأسواق تريد أن تحدد بوضوح إلى أين يتجه التضخم. هناك التضخم والبنوك المركزية من فيدرالي ومركزي أوروبي تراقب التضخم. صندوق النقد الدولي قال هذا الأسبوع في وقت مبكر من هذا الأسبوع أن وضع الفوائد يجعل البنوك المركزية من فيدرالي ومركزي أوروبي وبنك إنجلترا أن لديها مجالا لتخفيض الفائدة، وأسواق النفط في حالة انتظار وترقب. فإذا خفضت البنوك المركزية الفائدة فإن المستهلكين سيشعرون بدفعة إيجابية وهذا سيعزز الطلب على النفط، لذلك فإن السوق تحاول تحديد الاتجاه الذي ستؤول إليه الأمور. مساء الخير سيد جوراف. إضافة إلى انخفاض التقلبات في أسواق النفط إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2019، إلا أن هناك أيضا تقلص ملحوظ في الفارق ما بين برنت ونايمكس، إلى ماذا يشير هذا التقلص في الفارق؟ هناك نوع من التقارب الحاصل في السوق، فمن منظور الخام الأمريكي الخفيف هناك كميات أكبر متاحة من النفط الأمريكي الخفيف مقارنة بالنفط الحامض والثقيل المطروح في السوق الدولية، والفارق يتضيق لأنك إذا نظرت إلى هذا الجانب في المحيط الأطلسي في أوروبا والشرق الأوسط أو في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي في كندا وأمريكا الشمالية، المستهلكون يحاولون تحديد الأسعار. بالنسبة لخام تكساس الوسيط أو برنت، إذا كنت تراهن على الصعود في الحالتين فإن المؤشرات تدل على أن التضخم سيتراجع.
ومع تراجع رقم التضخم سنرى تحسنا في الطلب. المشكلة الوحيدة التي نراها وهي تتسبب بتضيق الفارق أن البيانات تشير إلى أوضاع متضاربة بخصوص وضع الطلب في نهاية العام. وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن 1,060,000 برميل من النمو في الطلب هذا العام، وأوبك تصر على أن الرقم سيكون 2,250,000. وحتى لو أخذنا أرقاما متوسطة وإذا تراجع التضخم فإن أسعار النفط سترتفع ارتفاعا هامشيا. طيب أريد أن أسألك بعيدا عن النفط ولكن بمجال الطاقة، بالتأكيد تابعنا الخبر قبل قليل فيما يتعلق عن يعني اتفاقيات بين الجانب السعودي والجانب الياباني فيما يتعلق أكثر من اتفاقية مشروع لطاقة الرياح. أيضا تابعنا في الأيام الماضية اتفاقيات بين أرامكو وشركات أمريكية فيما يتعلق باحتباس واحتجاز الكربون والطاقة المتجددة. تنويع الشراكات في هذا المجال يعني أهميته، و هل يخفف من ضغط هذه الدول واعتمادها بشكل من الأشكال كذلك على الإيرادات النفطية، وهذا ما تسعى إليه دول الخليج؟ نعم، وبكل تأكيد هناك اتجاهان، هناك الغرض الخاص للشركات والغرض الأساسي الوطني. بالنسبة لأرامكو هي ترسل إشارات في السوق بأنها تريد أن تكون شركة طاقة متكاملة الأركان. في مارس أرامكو أعلنت أنها ستركز على الطاقات المتجددة والوقود الأحفوري، وهذا نراه في حالة أدنوك. وهذه الشركات باتت شركات طاقة متكاملة الأركان وتريد أن تكون جزءا من التحول في مجال الطاقة بغض النظر عن الطاقة الوسيطة، سواء طاقة النفط أو الغاز أو الطاقات المتجددة من الرياح والشمس. وأنا برأيي الشخصي سنرى المزيد من هذه التحركات في السنوات الخمس المقبلة. بالنسبة للأجندة الوطنية، هذا التنويع في المصادر مهم. مصدرو الطاقة التقليديون في الخليج باتوا يريدون أن يتحولوا إلى دول تغطي مزيج الطاقة بأكمله، وهي لا تستثمر في المنطقة فقط وإنما توسع نطاق الاستثمارات إلى العالم بأكمله. شكرا على وجودك معنا السيد غراف.